السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، في مقدمة اليوم خير الكلام ما قل ودل. اليوم ما راحش نطول عليكم كثيرا، في المقدمة نهضروا على وفاة اللاعب الشاب لفريق وادي الماء وسيم الجزار رحمه الله، ربي يرحمه ويصبر الأهل تاعو، ماشي سهلة. اللاعب كان متوجه نحو المرمى وتعرض لسقوط خطير وفقد الوعي تاعو. إلى هنا الأمر عادي، للتذكير هي مباراة لفئة أقل من 17 سنة بين فريق وادي الماء وأمل مروانة. الأمر غير عادي، المباراة لعبت بدون سيارة إسعاف وفي عز منتصف نهار شهر رمضان. المسؤول على الرابطة والفريق وحتى أيضا حكم اللقاء، ضميركم لاباس؟ راهو مليح، ماركو تحسوا والو؟ كيف حكم يشوف أنه ما كاش سيارة إسعاف ويعطي إشارة انطلاقة المباراة؟ يا أخي أنا خسرنا روح. اللاعب هذا كان عنده طموح، كان عنده أمل، حتى يا سيدي وإن كانت هناك بعض المناطق اللي ما عندهمش مناطق وحدة للحماية المدنية، رئيس رابطة باتنا لماذا لم تتعاقد مع سيارة إسعاف لحضور تغطية مباريات الشبان على الأقل؟ ولا هدوما ماشي عباد، كاين دراهم في الرابطات وتعرفوا غير تصرفهم في أمور أخرى خارج عن إطار كرة القدم. اللاعب رحمه الله سقط والسيارة السياحية الآن سنشاهدها في الفيديو دخلت إلى الميدان. واش هذا؟ وقيل كنت تحت الدهي حوس ولا قالك وصلني للدار. أصبحنا نخسر في شبابنا وفي أرواح شبابنا وأبناء بلدنا هكذا برك، على بالنا نحن مسلمين وهناك أمر اسمه القضاء والقدر، هناك أجل، لكن ربي سبحانه طالبنا باتخاذ الأسباب ونقرأ حساباتنا وما ندوش أنفسنا للتهلكة. لي برمج المباراة في ذلك الوقت، راك واعي وش راك تدير؟ هل تبعت انت وليدك يلعب في ذلك التوقيت؟ يعني تعذبوا في ولاد الناس بدون حاسيب ولا رقيب؟ واش فيها لو أجلت مباريات الفئات الشبانية؟ لأنه نعلم أنه لا وجود للإنارة في الملاعب البلدية وحتى يمكن وصفها بملاعب جوارية، هي بطولة شبان تلعب من أجل البليزير في الآخر. المهم الأمور راهي سيبة في الرابطات الجهوية ولازم الجميع يتحاسب، لأن هذه الأرواح اللي راحت أو الروح اللي راحت كان عنده طموح، كان عنده أمل، وقيل كان يحب يخرج دارهم من الوضعية إن كانوا يعانون من وضعية اجتماعية صعبة. في الأخير حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا واش عندي نقول. لكل شخص كانت له مسؤولية وقصر فيها وقصر في المنصب الذي يتقلده. ربي يرحم الشاب وسيم ويسكنه فسيح جنته ويرزق أهله وذويه الصبر والسلوان. مجمع زيرتيب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتيب أول قناة إلكترونية في الجزائر.